إيه؟ معاهدة سلام؟ وهو في سلام مع الأعداء؟ طبعاً يا سيدتي، درسنا أكتر من مرة إن في العصور المختلفة وأزمنة كتير لسه هتيجي، كل الجيوش المتحاربة تقريباً في وقت من الأوقات بيعملوا اتفاقية سلام، في منها بينهي الحرب تماماً وفي ممكن ينهيها مؤقتاً لحد ما طرف من الأطراف يخترق المعاهدة. أنا شفتك أكتر من مرة، لكن لحد دلوقتي معرفش أنت مين وتقصد إيه بأزمنة لسه هتيجي. هو أنت عينته عرف للملك يشوف المستقبل؟ عرف؟ لا لا لا، يحيى ده ولد من أسرة عادية في كيمت، لكنه ذكي جدا، وده اللي لفت نظري ليه. تقدري تقولي كده إني معجب بذكائه في السن ده. طيب ومعاهدة السلام دي إحنا هنستفيد منها إيه؟ هنستفيد منها كتير. أولاً وقت كافي لتعويض أي خسائر حصلت للجيش. ثانياً توفير الأمن الكافي لشعب كيمت عن طريق البعد عن الحروب لفترة طويلة. أنا رأيي إن قرارك صح يا سيدي. هي أمور عسكرية بالتأكيد، لكن أنا شايفة برضو إن القرار اللي هيكون فيه أمن الشعب ووجودك هنا معانا هو القرار الصح. موافقتكم مع موافقة قائد الجيش طمنتني. أما دلوقتي بقى فلازم نبتدي نفكر في شروط المعاهدة.